واش كون اللي قال لك بغى يتزوج؟ واش انت يا حكمتي انت كمجتمع انه كاع المغاربه باغيين يتزوجوا او ما باغينش؟ اللي كنتكلم عليه هو راه شوف شوف سيدي، وهاد الناس اللي كيشدوهم بتهمات الخيانه الزوجيه ما مزوجينش، دابا هادو ما مزوجينش، راه مجوج وكيدير. دونك انا كنهضر على انه اللي مجوج واللي ما مجوجش القانون يكفل لهم الحق في الاختلاف انهم يمارسوا حياتهم، لان هاد المسائل راه شخصيه وحميميه، ما عند لا المجتمع لا الدوله ما يديروا فيها وما يحطوش فيها صباعهم. راه ما يمكنش نمشيو لمعارك كبرى الا ما حسمناش مع بحال هاد الشيء. راه ما يمكنش في 2019 غنخرج نغوت على الخبز والصحه والشغل وغيجي البوليسي يهزني لحقاش انا مصاحبه، ولا يجي البوليسي يهز واحد السيد لحقاش هذاك السيد لقاه خارج من 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 البار بغى ينتقم منه، او لا غيهز واحد السيده لانها مشات دير الاجهاض، او لا يهز واحد الطبيب لانه غيتهمه بالاجهاض. يعني عيب وحرام اننا نتوقفوا على هذا الشيء ونبداو ندافعوا عليه بدل ما ندافعوا. راه انا لهذا الشيء سي اونتو مخجل اننا نوليو مضطرين اننا ندخلوا عاوتاني في هذا النقاش وما نحسموش معاه ونمشيو نتفرغوا اللي كتسميوه القضايا الكبرى والمعارك الكبرى، ساشون كو هذه المعركه لا تقل كبارا ولا اهميه على المعارك الاساسيه. بغينا الخبز وبغينا الصحه وبغينا الحريه، راه ماشي من عبث كنقولوا كرامه حريه عداله اجتماعيه. وهاد القوانين هادي اللي كنستنكروها دابا راه سالبه حتى الكرامه، لانه ما عندها حتى شي معنى تهز دري ولا دريه وتديه تبيته وتحكم عليه لانه كان كيمارس حق طبيعي. راه هادشي بلا يا زعما يا ايها الناس، ملي كنقول حق طبيعي راه شي حاجه لي سيانتيفيكمون بروفي، لو ديزير اي لو بيزوان سيكسوال شي حاجه لي انكونترولاب، واخا يدخل فيها العقل واحد الوقيته الانسان ملي كيبقى يكباح داكشي كيتصاب واحد مجموعه اختلالات نفسيه. ما غنخليكش تكمل حتى نكمل انايا. دونك هاد المساله غنضيف عليها انه حنا الا بغينا اليوم القانون يتبدل، راه بغينا يتبدل باش يكفل الاختلاف ديال الكل، ولا كانوا الناس اللي هما في اعراض من المجتمع. وراه حنا عارفين وقت شنو سن الزواج، شحال ولا سن الزواج في المغرب، وما تقوليش راه قاعد الناس طهرانيين وما كيديروا والو، ولا كيديروا الاكتفاء الذاتي باش نسميه بحال ما هكا. راه فئه كبيره. بغيت نرجع للنقطه ديال الاقليات. بغيت دابور نرجع نشكر بزاف ديال الناس، سورتو بنات وعيالات بلادي اللي انا بصح من البارح دايوغ من بدايه الحمله حتى الاعلان عليها واطلاقها بشكل بوبليك، ومن البارح اللي بداو الفيديوهات ديالي وبداو الناس كيهاجموا في الشخص ديالي، ساشون كو ما كيناقشوش الافكار، كيناقشوا غير اون ابارونس ديال واحد الشخص اللي ما كيعرفوش. جاو بنات وعيالات ما كنعرفهمش وما كيعرفونيش وكيدافعوا عليا باستماته. انا بغيت وكيكتبوا كيعبروا بانهم السون كور زيام قلبا وقالبا مع هذا الشيء، وانهم فرحانين انهم لقاو الناس اللي يهضروا ويقولوا داك الشيء اللي ما كيتقالش. وفي وسط هذوك الناس اللي كيعايروا كاينين بزاف ديال لي جان اللي يدعون الطهرانيه، وانا اتحدى يعني ماشي بمنطق تحدي سلبي ولكن بمنطق تحدي ايجابي، انهم نمشيو نختاروا من واحد 10 ولا 11 ونتبعوهم ما غنلقاهمش كيتصاحبوا. ايوا ديك الساعات نديكلاريو بهم، نصيفطوا لهم البوليس نقول لهم هذوك راه غاديين يدخلوا للبرتوش حسب التعبير ديال قبيله، وراه خصكم تمشيو تشدوهم. انا بالنسبه لي التناقضات اللي انت كتهضر عليها راه كاينه تناقضات ومفارقات كبيره في المجتمع المغربي، ولا ما حسمش معاه ما يمكنش ليه يطريطي القضايا الشائكه الاخرى والمعارك الكبيره وداكشي اللي كتقولوا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.